في عام 2018 تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن مفاوضات حدثت بين النادي الأهلي المصري وبينك لتدريب الفريق، هل هذه المعلومات كانت صحيحة؟ نعم نعم، هذا حدث بالفعل منذ حوالي خمس سنوات. بالفعل تلقيت اتصالات وأبلغت وأنني سعيد لأخوض هذه التجربة، تحدي كبير وتحدي مختلف، ولكن لسبب أو لآخر لا أستطيع ذكره لم تتم المفاوضات. وأعتقد أن أقول أن كلا الطرفين لم يتوصلوا، سواء إدارة أعمالي أو النادي، من يعرف، ربما يحدث هذا مجددا، من يعرف. هل تتابع الكرة المصرية بشكل عام على مستوى الفرق أو المنتخبات حتى لو على فترات، ولا لا تتابع الكرة المصرية؟ لسوء الحظ أنا لا أستطيع إلا أن أتابع أخبار المنتخب المصري فقط حينما يتاح لي. بالطبع عندي معلومات عن الكرة المصرية، ولكن الفرق المصرية الآن أود أن أتابعها، أود أن أتابع الكثير عن الكرة المصرية، ولكن ليس في هذه اللحظة.